مع علي فرج سعد. التدريب كان مفيد في شتى النواحي بالنسبه للمدربه، قدمت مع عليها تمام، وكان العلاقه الكلاس بيزد كورس ده كان جميل جدا، بحيث ان كنا بنعمل ورك شوب وكنا بنتفاعل مع بعضنا اكتر تمام، وكنا برضه بناخد واجبات بنعملها في البيت كمان، ونعمل نخش على الموقع الاونلاين كان في حاجات مفيده كتير جدا من مايكروسوفت، فاحنا استفدنا كتير جدا من التدريب. هاني محمد عبد الكريم. التدريب والله افادني كتير، وخصوصا استفدت من الاستاذه سناء حاجات كتيره جدا. عرفت بعض البرامج ازاي ادخل عليها واصمم بيها دروس زي برنامج الوان بوينت مثلا، واستفدنا حاجات كتير يعني، في عرفتنا حاجات كتير في مواقف تربيه ممكن استخدمها داخل الفصل وتخطيط دروس عن طريق احد البرامج ممكن يعني. شكرا. استاذ صفينات. انا سبحان الكفراوي اداره الكليه التعليميه، معلم اول الف دراسات اجتماعيه. واحنا استفدنا من التدريب كتير، واستفدنا من المناقشات اللي بتتم مع الزملاء، ومن خبره الاستاذه سناء المدربه معانا في التدريب، واستفدنا برامج جديده تعلمناها لاول مره وهي افادتنا جدا فيها. التدريب مفيد جدا. شكرا. وفي عادة الطراق معلم اللغه الانجليزيه اداره المحموديه، انا استفدت كتير قوي من التدريب ده على سبيل العملي وسبيل الشخصي في الدراسه، لان انا بدرس تكنولوجيا تعليم، فهو يعني اضاف لي كتير صراحه في الكارير بتاعي. شكرا. سيد اسم حضرتك؟ السيد عبد الفتاح. عن التدريب كان مفيد، كان كويس، استفدنا منه في التقنيات الحديثه اللي استخدمها في التدريب. شكرا. استاذه نعمة. نعمة السيد باشا، والتدريب فعلا جميل خالص بالنسبه للمواد كمان الدراسيه اللي هي مليئه بالمعلومات الجامده، زي مادتي اللي هي ماده الدراسات الاجتماعيه، بتسهل المعلومه في ان انا نوصلها للطالب باسره كويسه يعني، لانه فعلا مفيد. شكرا. استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سعد الجبالي. طبعا كان مفيد، عرفنا على برامج جديده زي اللينك، زي الوان نوت، زي الوان درايف، وكلش نسمعنا خلاص البرامج دي، تعرفنا عليها النهارده. كمادة علمية المادة النظري، الجزء النظري. الجزء النظري عرفنا ازاي نربط التكنولوجيا الحديثة بكيفية التعامل مع الطالب في الفصل، او ازاي ندخل التكنولوجيا الحديثة في توصيل المعلومة.